السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله السؤال الأخير في الدورة: ما هي صفات المركز الجيد لتطبيق المهارات السابقة ورعاية الطفل التوحدي للوصول به لأقرب صوره العادية وعدم مضاعفة الوقت؟ لابد من اختيار المركز المناسب لتحقيق الأهداف التعليمية والتواصلية والاجتماعية وغيرها من الأهداف. فما هي شروط المركز الجيد؟ 1- وجود كوادر فنية متنوعة وعالية الأداء، تشمل الجوانب الأكاديمية والنطق والكلام والعلاج الطبيعي والطبي والاجتماعي والنفسي والإداري. 2- عدد الأطفال، لابد من التأكد من أن العمل يسير بشكل فردي في الجلسات الفردية كالتخاطب والعمل الجماعي، بحيث لا يزيد عن 4 أطفال لكل معالج ولا يزيد عن ذلك بأي حال من الأحوال. 3- العمر المناسب، لابد من وضع الطفل ودمجه مع أقرانه في المرحلة العمرية ويراعى التقارب، بحيث لا يقل أو يزيد عن 2 سنين ولا يزيد عن ذلك بأي حال من الأحوال. 4- اهتمام المركز بدور الأسرة، وضع أهداف وواجبات يومية وأسبوعية للأسرة وخاصة الأم، ومساعدتها في تعليم ابنها عن طريق دورات في المركز واطلاعها على الأهداف الأسبوعية والشهرية وإرسال لها فيديوهات تدريبية لتطبيقها مع الابن، والتواصل الدائم بين الأسرة والمركز. 5- الوقت والزمن، ملاحظة مدى تحسن الابن بعد 2 أو 3 شهور على الأكثر، وإذا لم يتحسن يجب البحث عن الأسباب أو تغيير الخطط أو تغيير المركز إذا لم يقم بواجباته. 6- النتائج، لابد من معرفة مدى تحقيق المركز الأهداف للأطفال داخل المركز ومع الابن، وإحساسك بمدى حرص المركز على تحقيق هذه الأهداف وتسخير الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيقها. 7- التواصل مع أهالي أطفال المركز لمعرفة مستوى المركز، مقابلة أولياء الأمور الآخرين القدامى وسؤالهم عن المركز ومدى تحسن أبنائهم ونقاط القوة والضعف لديهم. 8- الاقتصار على التوحد فقط، لابد أن يكون المركز خاص بإعاقة التوحد فقط، وهذا يفيد لحد كبير في تقارب الأطفال والأسر وعدم تعرض الأطفال للمضايقات والتنمر. 9- مناسبة الأسعار للحالة المادية للأسرة، لابد من مناسبة أسعار المركز لدخل الأسرة المادي لعدم إرهاق الأسرة والاستمرار في المركز وعدم إضاعة الوقت في انتقال الطفل من مركز إلى آخر. ولتعلم عزيزي ولي الأمر أن وقت التوحدي من ذهب لا يعوض. 10- وضوح أهداف المركز التي تشمل مالي، التخلص من صفات التوحد، التواصل اللفظي وغير اللفظي، التواصل الاجتماعي، التعلم الأكاديمي، التأهيل المهني. فالأسرة تنفق الكثير والكثير من الوقت والمال والجهد، ولا بد من نهاية المطاف الحصول للابن على وظيفة ومهنة مناسبة لقدراته ليساهم في تكوين نفسه وأسرته ومجتمعه. بعد عرض هذه المحاور، أتمنى من الله عز وجل أن تتم الإفادة للجميع. وأي استفسار أو سؤال نرجو التواصل معه في الإيميل الخاص بي أو الواتس أو على المنصة، وإن شاء الله سأرد عليها. وأتمنى للجميع التوفيق في حل هذه المشكلة، ونرجو منكم حل الاختبار للحصول على الشهادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور محمد علي قطب، أخصائي التربية الخاصة والتخاطب بمركز شمعة الأمل بالدمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.